نبدأ مشوار الحرة الليلة وفي العناوين: ما دلالات العملية العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن إنقاذ رهينتين في رفح؟ هل بدأ يجدي نفعا الضغط الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي، وما تداعيات ذلك على أمن المدنيين؟ ما مصير النازحين في رفح مع تصاعد حدة العملية العسكرية؟ وهل بدأت موجة نزوح عكسية من جنوبي القطاع لوسطه؟ وهل تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع؟ ماذا حمل الاتصال الأخير بين بايدن ونتنياهو بشأن العمليات العسكرية في القطاع؟ وكيف تنظر الإدارة الأمريكية إلى الوضع الحالي هناك؟ وهل تدفع نتائج جولة بلينكن الأخيرة واشنطن إلى تغيير استراتيجيتها مع إسرائيل؟ أهلا ومرحبا بكم. نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات، ونبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من العمليات العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها تمكنت من الإفراج عن رهينتين خلال عملية في رفح كانت حماس قد اختطفتهم في 7 أكتوبر الماضي. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد عملية إنقاذ الرهينتين بمواصلة الهجوم العسكري في غزة، مشددا على أن الضغط العسكري المستمر سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. فكيف يمكن قراءة إنقاذ الجيش الإسرائيلي للرهينتين خلال عملية عسكرية في رفح؟ وهل فعلا ضغط الجيش عسكريا بدأ يجدي نفعا؟ وما تبعات الكلفة البشرية للفلسطينيين التي صاحبت العملية؟ احتفاء كبير في إسرائيل بعد إنقاذ رهينتين كانا محتجزين لدى حماس في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح، تزامنا مع استمرار الغارات الإسرائيلية على المدينة وعلى مناطق أخرى متفرقة من قطاع غزة. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أعلنت أنها تمكنت من الإفراج عن رهينتين خلال عملية مشتركة بين الجيش والشين بيت والشرطة، هما فرناندو سيمون مارمان ولويس هار، يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأرجنتينية. وأضافت الأجهزة الأمنية في بيان أن الرهينتين في حالة صحية جيدة، وقد تم نقلهما لإجراء فحص طبي في مستشفى شيبة تل هاشومير. البيان قدم تفاصيل عن العملية التي تضمنت اقتحام شقة تخضع لحراسة مشددة في جنوبي قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 67 فلسطينيا على الأقل من بينهم نساء وأطفال وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينية في غزة. وموازاة مع هذه العملية، قصفت غارات جوية مكثفة المنطقة القريبة من الشقة في رفح. الليلة أحضرنا لويس وفرناندو إلى المنزل في عملية إنقاذ مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت وفريق التدخل السريع التابع للشرطة. قمنا بإنقاذ لويس هير وفرناندو مارمان عبر عملية إنقاذ معقدة تحت النار في قلب رفح، بناء على معلومات استخباراتية حساسة حصل عليها فرع المخابرات والشباك. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهته تعهد بعد عملية إنقاذ الرهينتين بمواصلة الهجوم العسكري في غزة، مشددا على أن الضغط العسكري المستمر سيؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن. تأتي هذه التطورات متزامنة مع استمرار الجيش الإسرائيلي في تنفيذ غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع التركيز على منطقة رفح جنوبا، ما أسفر عن مقتل العشرات وفقا لوزارة الصحة في غزة. وشنت طائرات وبوارج حربية إسرائيلية نحو 40 غارة على منازل تؤوي نازحين بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. في حدث أمني يعتبر الأول من نوعه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن الجيش نجاحه في تحرير رهينتين في عملية وصفها بالنوعية تم إجراؤها في رفح أقصى جنوب قطاع غزة. ما هي تفاصيل تلك العملية، وما هي الفرق العسكرية التي شاركت فيها، وماذا نتج عنها؟ كما نشاهدون، هذا هو مخيم الشابورة بالمحافظة الجنوبية للقطاع، حيث كان يتواجد داخل بناية وسط المخيم رهينتان إسرائيليتان اختطفا في هجوم 7 أكتوبر في كيبوتس نير إسحاق. وكما جاء في سردية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري حول تفاصيل تلك العملية، فقد أكد أن الجيش وجهاز الشباك جمع معلومات كافية
قبل بدء العملية حول مكان تواجد الرهينتين وكذلك طبيعة المبنى الذي تواجد فيه المختطفون، بجانب جمع معلومات عن عدد الأشخاص المسلحين من حركة حماس والذين كانوا مكلفين بحراسة هذا المكان وهذه البناية التي كان يتواجد فيها المختطفون، وكذلك رصدوا حجم العتاد العسكري الذي بحوزتهم. أكد الجيش الإسرائيلي أنه قبل لحظات من بدء تنفيذ العملية شن قصفا عنيفا من البر وكذلك البحر والجو على المنطقة المحيطة بالمبنى. وقال هجاري أنه بحلول الساعة 1:49 ليلا اقتحمت قوات خاصة المبنى في مخيم الشابورة بقلب رفح جنوب قطاع غزة وسط اشتباكات استمرت لمدة نحو ساعة، مؤكدا أن القوة الإسرائيلية وصلت بصورة خفية إلى الطابق الثاني من المنزل بعد اقتحامه وتفجير الأبواب الخارجية. وقتل الجيش الإسرائيلي 3 مسلحين من حماس كانوا مكلفين بحراسة الرهائن. بجانب الاشتباك والقضاء على مسلحين، أطلقوا النيران على القوات الإسرائيلية من مباني مجاورة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الرهينتين خضعا بعد تحريرهما لفحص طبي أولي في الميدان، وتم نقلهما لاحقا على متن مروحية عسكرية لمتابعة العلاج الطبي في مستشفى تل شومير داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن العملية شارك فيها جنود وضباط من الكوماندوز وكذلك من البحرية وقوات اليمام الخاصة، كما حضرها في غرفة القيادة الأمامية كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام الشباك رونين بار ومجموعة من كبار قادة الجيش وكذلك قوات الأمن الإسرائيلية. أكدت السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة أن عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين في مخيم الشابورة في رفح والقصف المكثف الذي صاحب هذه العملية خلف نحو 67 قتيلا من بينهم عدد من الأطفال والنساء. لحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية اللواء واصف عرقات. أهلا ومرحبا بك معنا سيد اللواء عرقات. يعني بداية، ما الذي يعنيه برأيكم هذا التمكن، تمكن الجيش الإسرائيلي هذه المرة من تحرير رهينتين من جراء هذه العملية العسكرية في رفح جنوبي القطاع؟ يعني هي ليست المرة الأولى التي يعني ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي، سبق وأن حاول صحيح تنفيذ عملية من هذا النوع وفشل، ولكنها ناجحة فشل. هذه المرة الأولى الناجحة، يعني هذا يعني أنه لا تنجح كل العمليات، فبالتالي هذا يعني يعرض الأسرى والمحتجزين 134 واحد إلى الخطر، لأنه يعني إذا نجح هذه المرة كما، وطبعا حتى الآن هي الرواية إسرائيلية، يعني هو يتحدث عن عملية سرية علما بأنه كان هناك أكثر من 40 غارة جوية على رفح وعلى مخيم الشابورة بالتحديد، وكان هناك 73 شهيد فلسطيني، وهذا مخيم الشابورة فيه مساحته 15 كيلومتر وفيه 40,000 فلسطيني تعرض إلى قصف شديد لمدة ساعتين وأكثر. وهذا إن دل على شيء يدل على أن يعني إذا كان استرداد محتجزين يكلف الشعب الفلسطيني 73 شهيد ومقابلهم جرحى 134 سم، كم سيكلف الشعب الفلسطيني؟ برأيك هل تضع إسرائيل هذا بعين الاعتبار، الكلفة البشرية الفلسطينية لهكذا عمليات؟ كلا لم تأخذ بعين الاعتبار، لأنه الطائرات كانت تقصف أهداف مدنية، وقد شاهدنا الأطفال والنساء والشيوخ الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، فبالتالي إسرائيل تعرف تماما أن هناك في رفح مليون و500,000 فلسطيني في مساحة 60 كيلومتر، أي كل كيلومتر فيه 27,200 فلسطيني، يعني أي عملية عسكرية سواء كانت محدودة أو موسعة تعرض هؤلاء للخطر وللكوارث الإنسانية. طيب، يعني قدرة الفصائل برأيك الفلسطينية على الاحتفاظ بالرهائن الإسرائيليين لديها، هل تراجعت بفعل يعني هذا الضغط العسكري الإسرائيلي في القطاع وتحديدا في مدينة رفح، أم ما الذي جرى بالتحديد ودفع هذه العملية إلى النجاح بإطلاق سراح الرهينتين الإسرائيليتين؟ لا بالتأكيد المقاومة الفلسطينية لن تتأثر، بالعكس الذي سيتأثر هم الأسرى والمحتجزين، لأنه هذا طبعا يعني
يفتح الباب على مصراعيه، انه هل ستقبل يعني المقاومه. بالتاكيد سيكون درس وعبره للمقاومه الفلسطينيه، بمعنى انه لن يكون هناك يعني تكرار لنجاح مثل هذه العمليه. ما الذي يضمن يعني ذلك؟ يعني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاسرائيلي قال بان يعني هذا النجاح لهذه العمليه يؤكد مواصله الجيش الاسرائيلي في الضغط عسكريا حتى يحرر بقيه الرهائن، وقال بما معناه ان هذا هو الطريق الوحيد لاطلاق سراحهم. ولكن رئيس الوزراء ووزير الحرب ورئيس هيئه الاركان تحدثوا عن هذه العمليه، ولكنهم لم يتحدثوا عن عمليات المقاومين الفلسطينيين وكيف ينصبون الكمائن للجيش الإسرائيلي، ويكون اشتباك من مقاوم فلسطيني لجنود وضباط إسرائيليين ويوقعون فيهم خسائر كبيرة. لا يتحدثون عن هذا، هم يتحدثون عن جانبهم فقط. وأنا أعتقد يعني هناك يعني عدد كبير، حتى هذه الوحدات في نفس خان يونس فشلت كثيرا في مهام مثل هذه النوع. إلى أي حد يمكن يعني لهذه العملية اليوم أن تدفع إسرائيل بكل صراحة إلى القيام بمزيد من العمليات المماثلة على أمل إطلاق سراح بقية الرهائن؟ يعني أعتقد مزيد مثل هذه العمليات ومزيد من تعريضهم للخطر. حتى في الداخل الإسرائيلي اليوم هناك يعني قلق أكبر، لأنه هذه المرة يعني نجحوا، ولكن في المرات القادمة ربما يكون مصير الأسرى والمحتجزين والقتل. وفي المقابل هل يمكن أن تغير الفصائل الفلسطينية من استراتيجية الاحتفاظ برهائنها أو بالرهائن لديها؟ يعني المقاومة الفلسطينية دائما وأبدا تأخذ دروس وعبر في كل موقف. بالتأكيد هذا سيكون درس وعبرة للمستقبل، ولكن كما أقول لك أن هذه العملية يعني هذه سترتد سلبا على الأسرى والمحتجزين وليس إيجابا. هل هناك موقف في رام الله من السلطة الفلسطينية إزاء هكذا عمليات في قطاع غزة تتعلق بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين؟ كلا لم يصدر أي موقف. طيب في المقابل السلطة الفلسطينية كيف تسعى برأيكم إلى احتواء هذا الصراع يعني المتنامي وهذه المعاناة الإنسانية التي باتت تتفاقم في آخر ربما ملاذ آمن للفلسطينيين في رفح؟ يعني جل اهتمام السلطة الفلسطينية منذ بداية العدوان على قطاع غزة هو وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عن المساعدات الإنسانية وعن الشعب الفلسطيني، وقد سعت بكل ما أوتيت من قوة من خلال علاقاتها ومن خلال الضغوطات من أجل الوصول إلى هذا الهدف. ولكن أنا بتقديري يعني كان صعبا، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الضاغط الوحيد والحامي للكيان الصهيوني في هذا المجال. وعليه باعتقادك هل بمقدور السلطة أن تفعل شيئا إزاء هذا الحديث المتنامي عن عملية برية وشيكة في رفح جنوبي قطاع غزة، وما يعني يرافق ذلك من حديث عن يعني معاناة إنسانية يعني قد تتفاقم وتتضاعف أعداد الضحايا إذا ما تمت هذه العملية بالفعل؟ يعني صوتك مشوش ربما سمعت السؤال. أنا أعتقد أنه السلطة الوطنية الفلسطينية منذ البداية وهي تسعى لأن يوقف العدوان ليس فقط على رفح وإنما على كل قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، لأنه هناك أيضا عدوان على الضفة الغربية، وهذا يعني كان واضح. يعني قامت بكل التواصل مع كل الهيئات والمنظمات وعلاقاتها الدولية وعلاقاتها العربية، ويعني من خلال الاجتماعات والاتصالات والتواصل من أجل وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. نعم، كل الشكر لك من رام الله الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية اللواء واصف عرقات، شكرا لك. أهلا. الحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا من تل أبيب مستشار سابق لوزير الدفاع الإسرائيلي آلون أفيتار. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أفيتار. إذا هذه ليست المحاولة الإسرائيلية الأولى لإنقاذ رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، ولكنها الأنجح هذه المرة بتمكن القوات من إطلاق سراح الرهينتين وهم بصحة جيدة. لماذا باعتقادك تمت هذه العملية بنجاح؟ هذه العملية هي العملية الثانية اللي نجحت. يذكر المشاهدين إن قبل 4 أشهر تقريبا في بداية الحرب الجيش الإسرائيلي نجح بإنقاذ الجندية مجيديش في بداية الحرب اللي كانت في شمال القطاع، وهذا هذه العملية هي العملية الثانية اللي نجحت. شكرا للتوضيح.
بسيطة، بس لكل حال نحن نحكي على عملية معقدة صعبة جدا، ورغم كل الإشكاليات ورغم كل الصعوبات ورغم إنه نحن نحكي على منطقة مزدحمة مع تقريبا مليون مواطن أكال أو أكثر من هيك، ولا واحد عنده العدد الدقيق، بس نهائيا نحن نحكي على منطقة صعبة. رغم كل الإشكاليات، القوات الجيش أثبت قدرة استخبارية وتنفيذية مهمة جدا وقوية جدا. نعم، باعتقادك سيد أبيتار، نعم، إلى أي حد كان لهذه العملية العسكرية والضغط القتالي في قطاع غزة وتحديدا في رفح كان له دور ربما في إتمام هذه العملية وإطلاق سراح الرهينتين، بمعنى أن الضغط أجدى نفعا ربما مع الفصائل الفلسطينية في القطاع؟ نحن موجودين في النص الحرب. بدي أتذكر أنه ليس إسرائيل ما انتهت العملية أو الخطة العسكرية في قطاع غزة، خاصة كمان في جنوب. المرحلة الجاية والمرحلة القادمة العسكرية بتكون في مدينة رفح وفي محور فيلادلفيا، فوق الأرض وتحت الأرض، بعد تنسيق كامل مع الإخوان المصريين مع مصر. وهذين لازم، أو حبيت التأكيد أنه من ناحية إسرائيلية استمرار وحفاظ على اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر له أهمية جدا بكل النواحي، كمان ما يتعلق العملية العسكرية هناك. نعم. المهمة الثانية من ناحية إسرائيلية في هذه المنطقة غير إعادة المحتوفين هي كمان استمرار انهيار القدرة العسكرية تبع حماس، وخاصة خاصة كمان هجوم على قياديين حماس أو قيادة حماس اللي موجودة في منطقة رفح وكمان تحت الأنفاق. نعم. طيب سيد أبيتار، من ناحية إسرائيلية في أهمية جدا لهذه المهمة. نعم، لكن هذه العملية العسكرية وحتى عملية إنقاذ الرهينتين الإسرائيليتين أسفرا عن مقتل عشرات الفلسطينيين، يعني هذه العملية أسفرت عما يقارب 70 فلسطينيا، والعملية العسكرية في رفح وسط هذا الاكتظاظ السكاني الكبير ما يقارب 1.5 مليون فلسطيني هناك، إلى أي حد هذا يضع التحديات أمام استمرار هذه العملية والمضي قدما بها من ناحية إسرائيل؟ من ناحية إسرائيلية دائما كان انتباه من أجل عدم مصيبين فلسطينيين. أنا ما بعرف أي دولة في الدنيا تتصرف زي إسرائيل في منطقة صعبة زي منطقة رفح أو قطاع غزة بشكل عام. لكن أعداد الضحايا كبيرة، تعرف ذلك جيدا سيد أبيتار. إذا في أهمية فلسطينية زي الجانب الإسرائيلي بيحسب حسابات، اقتراحنا إنه حركة حماس تفتح الباب وتعطيل كل المحطوفين يرجعوا للبلد لإسرائيل، هي يحل كل المشاكل العسكرية داخل القطاع وما يكونوا مصيبين من الفلسطينيين الحمد لله. نحن نشتغل مع كل الجهود بشكل دقيق، ونشتغل ونستخدم كل القدرة الاستخبارية والتنفيذية من أجل ما يكونوا مصيبين من الفلسطينيين. بس بدي أذكر المشاهدين إنه نحن موجودين في نص حرب، نحن موجودين في نص حرب، ومع الأسف كل جانب يدفع ثمن من أجل أو كنتيجة هذا الحرب. أذني إذا نرجع على حروب في التاريخ في كل العالم نحن نوصل إلى النتائج إنه من ناحية المصيبين من المواطنين العدد كان أكثر بكثير كثير بكل الدول. نحن هلأ بنحكي على حساسيات خاصة من ناحية إسرائيلية في انتباه أكثر من انتباه في كمان. وصلت الفكرة سيد أبيتار. كان تخطيط سابق لعمليات إنقاذ محتفلين إسرائيل نهائيا ما نفذت عشان عدم إرادة لمصيبين الفلسطينيين، هاي النتيجة وهي اتضحت الفكرة. كل الشكر لك من تل أبيب سيد ألان أبيتار، شكرا لك.